سادات رئيس الجمهورية إلى قريته ميتابوريا للإدلاء برأيه في الاستفتاء على الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية، حيث استقبله أبناء القرية استقبالا رائعا داعين له ولجمهورية مصر العربية بيوم النصر القريب. وقد قام السيدان ممدوح سالم وزير الداخلية ومحمد حسن الزيات السكرتير الأول للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي بتفقد لجان الاستفتاء في كل من القاهرة والجيزة. وقد قدمت للمواطنين في لجان الاستفتاء المختلفة تيسيرات كبرى كالتي اتبعت في الاستفتاء على الأحكام الأساسية لاتحاد الجمهوريات العربية. وكان حماس المواطنين كبيرا وهم يتدفقون على صناديق الاستفتاء باللجان المختلفة للإدلاء بآرائهم في الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية وليقولوا نعم للدستور كخطوة على الطريق لبناء الدولة الحديثة لبناء مصر الحديثة على أسس من العلم والإيمان.